انا دلوقتي والدي توفى، بس قبل ما يتوفى كان اخد ورث عمات الاتنين ما ادهمش يعني، وقال لنا ان هو ما يدو ما احنا ما ندهمش ورث. ودلوقتي احنا حلمنا بيه، واحده من عماتي حلمت بيه ان القبر بتاعه مولع. يا شروق، انت عندك يقين ان ابوكي خد ورث عماتك؟ هو لما جدي توفى ما ادهمش، قال كل واحدة هنزيها مبلغ بسيط كده، مش اللي هو مش حقهم يعني. نعم. وقال لهم هو ده الحل، قالوا له احنا عايزين حقنا، قال لهم هو يبقى الحل على ما هو، هتاخدوا الفلوس اللي انا هديها لكم هتاخدوها، مش هتاخدوها خالص. وخدوا؟ لا ما رضوش ياخدوا، قالوا احنا حقنا عند ربنا وهما طيب مش مسامحينه، طيب واحنا طيب عايزين نريح بابانا. طيب طيب اولا بارك الله في شروق، يعني ده الولد الصالح صحيح، ده البار، ده الولد الذي يكون فيه بقية من خير. فيشروق اولا، بس انا بقول لك الكلام ده عشان تبقى حافظاه، لو انت خدت المال الذي قال اليك من ارث وقلت ماليش دعوه بحد، ما عليكيش حرج وما عليكيش اسم، لان هي المال، فرق معاها ابوها لا يعني. معلش، ما احنا بنقول لها برضك الطرفين، لان المال قال اليها بطريق شرعي اللي هو الارث عن ابوها. طيب لو ان شروق فيها بقيه من خير، ومش شروق بس علشان ما يبقاش الضرر على شروق لوحدها، لا ده اجماع جميع الورثه على انهم ارادوا ان يستنقذوا اباهم من النيران. ايه ده، انت اول مره نسمعك بتتكلم على واحد في النار، ده انت طول عمرك تقول غفر الله له ان شاء عذبه وان شاء عفى عنه. لا، إلا في حقوق العباد نار، في حقوق العباد نار، ولو كان يصلي ولو كان يصوم ولو كان يحج كل عام. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، بالمناسبة يا ست دعاء، آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش قادر يقف، فخطبها وقاعد لدرجة ان هو ما كانش قادر يطلع الثلاث درجات بتوع المنبر، فقعد على أول درجة. خلي بالك، خد إيده سيدنا الفضل ابن سيدنا الفضل رضوان الله عليه وقعده، فسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قايم بيه علشان يقول إيه؟ علشان يقول كلمات معدودات، ملخص الكلمات اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنا خدت من ماله هذا مالي فليأخذ منه، واللي أنا شتمت له عرض هذا عرضي فليشتمه، واللي أنا ضربت له ظهر أو جلدت له ظهر فهذا ظهري فليقتص منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لقى الصحابة كلهم مقلقين، مين اللي يستجري يرد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم شوفوا، اللي هيحللني دلوقتي اما ياخد مني او يعفو عني، ما يتحركش مني، ده بيحبني. فلما قال كده بدا الصحابه يتكلموا، فقام اول واحد قال له يا رسول الله انا ليه عندك 3 دراهم؟ قال له اعطيه يا فضل. وقام الثاني قال له يا رسول الله كنت تسوي الصفوف يوما ونغستني، فالنبي صلى الله عليه وسلم كشف عن ظهري. قوام النبي صلى الله عليه وسلم، خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور دي. فعشان كده لو عايزين يستنقذوا أبوهم من النيران يجمعوا عمتهم، وإما أن يعطيهم إرثهم. وبرضك بقول للعمات يترقفوا. ليه بقى يترقفوا؟ لأن النهاردة لما أجي هرد الورث هرده بسعر النهاردة مش بسعر من كام سنة. خلي بالك، فربما يكون في ذلك غرم شديد على الأولاد، ربما لا يجدوا أو يعني لا يكون عندهم طاقة بالرد. فعشان كده بنقول للعمات إيه؟ يترأفنا بهؤلاء البنات وبهؤلاء الرجال الذين أرادوا أن يردوا المال. أخيرا، أنا خلاص يعني المفروض خلصنا فقرتنا، بس هل ده الدين ده يحاسب على إنه دين ولا ظلم؟ ده هيحاسب على حاجات كتير قوي. تعدي معايا وتخلص الحلقة لبكرة. تعطيل شرع الله، مخالفة أمر الله، عصيان الله ورسوله، ربنا اللي بيقول مش انا، خلي بالك، تعدي حدود ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك، امور كتيره جدا، اكل مال الناس بالباطل، اكل اموال اليتامى لان اخواته دول يتامى، خلاص كده، عدي كل المعاصي. يعني اكبر من فكره ان في حد فيه في رقبته دين. لا، ما اصل الدين ده، الدين ده ان انا اخد من حضرتك سلف واقول لك بعد سنه.
ومت قبل السنه فده دين. لو كان في نيات السداد في نيتي السداد سيسدد الله عني. وان كان في نيتي الاداء حتى وان اديته كتبت عند الله من الظالمين. شوف بقى يعني انا هدي علي 1000 جنيه للست دعاء هدهم لها، بس انا معايا فلوس، بس انا طلعت من البنك ال1000 جنيه يخس الرصيد، فاعمل ايه؟ اديها 200 جنيه في 100 جنيه في 300 جنيه سددتهم، لكن يوم القيامة أحاسب بين يدي الله على ظلم الست دعاء، بل وعلى أكل مالها بالباطل على الرغم من السداد. الله نورتنا يا فضيلة الشيخ، أنار الله وجهك بالإيمان وقلبك بالسعادة والاطمئنان. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد أبو بكر. فاصل قصير ومكملين حلقتنا على الهواء مباشرة.